مفهولة. عندك درجة كاينة درجة. مرحبا بك ياسين. بارك الله فيك. بارك الله عليك. بارك الله فيك. درجة كاين واحد الدرجة هنا. ها هي الدرجة تلعب درجة. ها هي برافو عليك. دور هكا جلس. مرحبا بك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله عليك. ربي يخليك. بعد ربي يخليك. سي ياسين مرحبا بك. شكرا خويا رشيد. بارك الله فيك اخويا. انا على اليمين ديالك. صافي مرحبا. تبارك الله عليك. بارك الله فيك خويا. اول حاجه شرف لي اخويا، شرف لي انني حاضر معك، وشرف لي انني مع العمالقه ديال الراي صراحه. الله يسلمك. شكرا. بارك الله فيك اخويا. مرحبا بك. بارك الله فيك. انا توصلت بلا دوموند ديالك، ولي شرف انك تكون معايا. شكرا. انك موهبه مغربيه تبارك الله، مولوع بفن الراي. ويعني تبارك الله سمعت من عند الاقارب ديالك بانك تشتغل دائما، وكتحاول انك تسجل اغاني ودير محاولات. فاليوم بغينا اليوم نسمع صوتك بحضور كيف ما قلتي هذه العمالقه ان شاء الله. شنو تسمعنا اليوم سي ياسر؟ عقيل العشق الممنوع. تفضل. شكرا. في ليلة عرسك نجي نغني لك يا ما تبكيش عليا، سمي ولدك عليا، هي لغات لي في التليفون تبكي وتقول انت عمري يا توحشك يا هاد الخطرة صاي عشقك بدالي وصلت لي ليميت يا مهما واش صرا تبقى انت 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 ما فيا يا لك واصي غاضية زعما قلت راني نسيت والله ما قضيت ولعذابك وليت. برافو برافو. غادي نعطي الكلمه ل لا غين دو راي شابه زهوانيه. شنو تقولي اليوم لياسين من رشيد شو؟ والله العظيم ما يحتاج حتى نقولوا له، راه ما شاء الله عليه وعنده صوت صوت هايل وجميل، وان شاء الله ربي يوفق له في ما راه متمني ان شاء الله. ونتمنى لك في المسيره ديالك تكون طويله طويله طويله، واللي تعودنا بواحد السكسي كبير ان شاء الله، وحنا الاولين اللي نكونوا معاك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. تحتاج بزاف. انا راني واجده ندير معاك ديو. فوالا. الله 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 الله. بارك الله عليك زوانية. آمين. الله. ميرسي بوكو. شكرا لك. وعطونا واحد التصفيقة حارة حارة عليه. يلا. وقفة وقفة وقفة. وقفة عليه شابة. يلا. يلا. فوالا. برافو ياسين. برافو ياسين. بارك الله فيك. شكرا. شكرا خويا. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. شكرا 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 شكرا, شكرا.
نشكر شكرا بزاف. نشكر الاخ رشيد اللي اللي حطوه في البلاطو في الايميسيون ديالو. نشكرك بزاف بزاف بزاف. واجب. وربي يكثر فيك ويكثر ممتلك ويطول لك عمرك. وهذه هي الدنيا الا نكبروا بعضياتنا. اي والله وهذا تستاهل التقدير وتستاهل التحيه. شكرا لك. شكرا لك. ميرسي لكم. اليوم قادر جابوني اللي قلت لك كل واحد فينا في البدايه ديالو كيخصو نصائح. شنو هي النصيحه اللي ممكن توجهها اليوم للسياسيين في بدايه المسار ديالو؟ انا شنو نقول ياسين، انا سمعته كما سمعوا الجمهور وقيلا ما كاينش اللي ما حبش ياسين من الاستخبار تاعو برك حبيناه. واش راح نقول لك يا ياسين؟ انا نقول لك كونتيني كوم سا، كمل طريقك وما دام راك تحب هذه الحاجه راح تنجح. اليوم حبيت هذه الحاجه او رشيد ماش غريب عليه دائما يعطي الفرصه للناس هكذا باش يعاونهم. انت راك اليوم الحمد لله بالك ان شاء الله اليوم راح تكسب ملايين القلوب تاع المغاربه والجزائريين ان شاء الله. نقول لك كونتيني كوم سا ان شاء الله. ياسين قبل ما تغادرنا نخلي لك الكلمه، شنو تقول لنا اليوم؟ صراحه انا بقيت ساكت لان ما بقيتش عارف شنو نقول صراحه. شكرا بزاف بزاف بزاف، يعني اي كلمه نقولها في حقهم ما نقدرش نكمل، ما نقدرش نقول صراحه لف حقهم. بارك الله فيك. كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك. ويكون المسار ديالك مليء بالعطاء ان شاء الله، وحنا فاتحين لك الابواب في اي وقت. شكرا بزاف. نتمنوا ان شاء الله انك تقدم اعمال اللي تنال اعجاب الجمهور، حنا نعاونوك. شابه زهوانيه تبارك الله، الكلام ديالها يبقى يعني راسخ في الذاكره ديال كنظن بزاف. وكذلك كادر جابوني، كنتمنى لك التوفيق وشكرا بزاف. تحيه لياسين. شكرا ياسين. كادر جابوني زهوانيه، هذا الصندوق هذا فيه دي زوبجي. حنا كاين شي كلمات كنقول لهم في شكل وفي الجزائر كتقول لهم بشكل اخر. غنعطيكم هاد لي زوبجي وكل واحد فيكم يقول لي اشنو كتقول لهم في الجزائر وشنو كنقول لهم حنا في المغرب. هادي شنو تقول لها عندكم نتوما؟ بو حنا في الجزائر، من في الجزائر تتخلط في وهران يقولوا لها اللوطو. اللوطو في الجزائر. في الجي يقول لها طونوبيل. وفي المغرب؟ قولوا سياره. كروسه. حديده. حديده. لا طونوبيل. 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 فوالا طونوبيل. حنا هذا نقولوا له الرابوز. فين؟ في وهران. او وي. انا قال لي نافخ. نافخ. ما كتقولوش لي الكير؟ لا لا. واش كيقولوا لي في المغرب؟ انتم ثاني تقولوا الرابوز. الرابوز. برافو. هذا اش تقولوا له انتم؟ هذا معروف مسواك. والله ما عرفت انا شنو. ما عرفتيش دونتي فريز ديال شحال هذا؟ السواك. انتم تقولوا السواك، حنا نقولوا السواك. هذا اش تقولوا ليه انتم هذا؟ عرفتي اللي عرفتوا هذا؟ خلاص نسالي الحلقه دابا. هذه اللي عرفتوه. شوف شوف ها ها هذا ها العود تقدر تنقي به كيردون. كيردون. هو راه كيردون. كيردون تقليدي، اول كيردون. اه وي هذا هو. اه وي هذا الكيردون ديال اللي تلقاه في البوادي في العربيه. هذا تنقولوا ليه حنا غنشوف واش تعرفوا تكملوا الكلمه. تنقول ليه هذا البوش ني. بوش البوشني. كملي. بوشي. بوشني. قولي. بوشناوا. بوشنا حنيقة. بوشني. شنيقة. بوشنيقة. بوشنيقة. هذا البوشنيخة. بوشنيخة. بوشنيخة. أشنو تقولوا له هذا؟ الحمير. الناس كبار. الحمير. الناس كبار يقولوا الحمري، يقولوا الحمير، وحنا نقولوا الغجالاف. وي. هنا يقولوا له العكار. هنا يقولوا العكار. ولا كان خضر تقولوا له الخضير. الخضير. ويقولوا العكار. الخضير. الخبيز.
هادو شنو تقول لهم انتم هادو؟ نواضر. نواضر؟ نواضر. نواضر باسكو يتعلقوا في النواضر هذا. مليونات. وي. حنا النواضر هما هادو. هادو هما يتعلقوا في النواضر سي فرصة يعني. وش يقول لهم في المغرب؟ شو يقول لهم؟ نضاضر. نضاضر. برافو. ميرسي.